باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينه؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف السجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا. فأومأ إليه، أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسله. ثم قال له: اقرأ. فقرأ. قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت. فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا منه ما تيسر. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. باب دعوى الوصي للميت. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهما يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير. فذكر الحديث قال: أطلقوا ثمامة. باب الربط والحبس في الحرم.
واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية، على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400. وسجن ابن الزبير بمكة. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد، سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الملازمة. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، حدثني جعفر بن ربيعة، وقال غيره: حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين، فلقيه فلزمه، فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، وأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. باب التقاضي. حدثنا إسحاق، حدثنا وهب بن جرير بن حازم، أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث، فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الآية.